الملك سياف السعدي، المدرب سياف السعدي ايضا، القيادة ستكون لسالم العقبي. الفريق الملك عماد غدير، المدربين ستوفلات الامريكي بادارة اكرم حجيرات، خيال سابقا والمدرب حاليا. القيادة ستكون لزنور. الملك ابراهيم على الافراد، المدرب صالح، القيادة ستكون المايسترو على غريفات. يلا خيالة ابهرها، الله يرضى عليكم خيالة الفرسان، ابهرها يا ابويا. سالم العقبي على صهوة تام شراف، نفتح لسامي وشراف، الام تميمة بنت ابن مرافق الملك سياف السعدي، مدرب سياف السعدي ايضا، القياده لسالم العقبي. بالفحل فواز، الام سهاره، الملك سمير بوشكار، المدربة آية سمير بوشكار، القيادة ستكون لياسر حماد. إذا زنور يعطي صهوة نجم الأمير، الفحل الأمير البريق، الملك عماد غدير، مدرب أكرم حجيرات من اسطبل الأمريكي، القيادة لزنور غدير. على اغريفات يعتلي صهوة فانتوم الصحراء، الفحل فانتوم اونيل، الام نوره بنت ويستون، للملك ابراهيم علي طراد، المدرب صالح العلي، الخيال ابو حسين كما ذكرنا. يلا شباب اللي بدا شغل برضية الميدان يخلينا الميدان، الله يرضى عليكم شباب اللي عند البوابة الرئيسية، اللي قدام الخيمة، اللي قدام برج التصوير. بريق أبيان، برج الصخرة، براق البريق، جنرال أوتوف ماجنوم، المورودينا، رشيد الناصر وماروشو. ميماتي مع ياسر حماد، ميماتي مع ياسر حماد، الملك سمير بوشكار، المدربة آية سمير بوشكار، قيادة لياسر حماد. إذن هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط، نقترب شيئا فشيئا لشوط الكبار العمالقة. أتمنى التوفيق للجميع والسلامة أولا وآخرا. واحد فقط لا غير.
جاهزة لانطلاق الشوط الفئة الثانية من سباقات الأحلام. نتمنى التوفيق للجميع. طلب خاص لحد يقرب على الاستياج بحال دخول الخيول إلى الخط المستقيم. يا شباب لحد يقرب على الاستياج بحال دخول الخيول إلى الخط المستقيم. الله يرضى عليكم. لحد يقرب. انزل تحت يا حبيبي، انزل تحت صور الخير. إذن الخيول داخل جهاز الانطلاق، 5 مشاركين. وفعلا اخواني ينطلق الشوط الثاني عشر على بركة الله. 5 مشاركين في هذا الشوط، 5 مشاركين في هذا الشوط. بسم الله ما شاء الله. الخيول بالمراحل الأولى من السباق، الخيول بالمراحل الأولى من السباق. ميماتي مع ياسر حماد متصدر المجموعة. الخيول في مجموعة واحدة يا الله، الخيول في مجموعة واحدة. ميماتي مع ياسر حماد ما يزال متصدر المجموعة. ميماتي مع ياسر حماد ما يزال متصدر المجموعة. نجم الأمير بالمرتبة الثانية مع الخيال زنور. الخيول دخلت المنعطف الثاني نحو المنعطف نحو الخط المستقيم. ما يزال ميماتي متصدر، بل هو نجم الأمير مع الخيال زنور. نجم الأمير وميماتي بنزاع على المرتبة الأولى. سالم العقبي يأتي من الداخل مع تام شراف. سالم العقبي يأتي من الداخل مع تام شراف. الخيول الآن في الخط المستقيم. دخول ثنائي رائع وجميل. ميماتي ونجم الأمير. نجم الأمير وميماتي. شوط رائع وجميل. شوط رائع وجميل للفئة الثانية. مفيد السخميني العارض الأول في البلاد، وقد أفضل العارضين في البلاد، يقدم كأس المرتبة الأولى للنجم الأمير. مبروك ألف مبروك لعماد غدير وللإسطبل الأمريكي على هذا الإنجاز الرائع والطيب. السخميني شفيق العارض مفيد السخميني قدم كأس المرتبة الثانية لميماتي الذي دخل دخول رائع مع نجم الأمير بفوتو فينش رائع وجميل كبير ومثير. تام شراب أيضا حصل على المرتبة الثالثة مع الخيال سالم العقبي. فحل سامو شراف الأم تميمة للمالك والمدرب سياف السعدي. القيادة كانت لسالم العقبي. إذا إخوان أخلونا الميدان، أخلونا المضمار لنستقبل فئة العمالقة الكبار. أخلونا المضمار لنستقبل العمالقة الكبار يا حضار. الله يرضى عليكم أبو صالح.